الذي ترشح المركب التربوي للقلم للدعوة إليه وإنجاحه. وإن من شأن هذا اليوم الدراسي أن يحقق أهدافا نبيلة، من أهمها أولا البداءة من حيث تجب البداءة، التعليم الأولي. ثانيا الاطلاع على نماذج لأطفال التعليم الأولي. وقد اطلعنا وعاينا هؤلاء النماذج، وهم نماذج أدخلوا السرور على قلوبنا. ثالثا مدارسة المشروع التربوي للتعليم الأولي الأصيل. من هذه الأهداف رابعا تلقيح المواد التي يتلقاها الأطفال في مؤسسات التعليم الأصيل، لا سيما مادة اللغات. خامسا تقديم نموذج يحتذى لكل من يعتنون بالتعليم الأصيل. والله نسأل أن يرينا معالم طريقنا حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه يعني المجهودات، الآباء والأمهات يعني يقبلون هذا الأمر. بارك الله في الجميع.
أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره. هذا السياق التاريخي يجعل هذا الوليد ضروري الاحتضان بقوة ممن يحب الله ورسوله ويحب هذا الدين ويحب هذا البلد ويحب الخير للبشرية مطلقا. فكما في كلمة كما سمعت في كلمة صباح للأستاذ المبارك الجميل الدكتور محمد جميل المبارك: لا هدى في غير هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. كل مقترح في التعليم أو في غير التعليم ليس مأخوذا من هذا الهدى كله لا خير فيه للبشرية، إما أن يكون منه أو أن يكون على ميزانه، بحيث إذا وزن بميزانه قبل. Thank you.